السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة بتقابل بعض الناس وهي صعوبة أو تأخر محرك السيارة في التشغيل، ولناس كتير ما تعرفوش إن من صوت المحرك وهو بيحاول يشتغل أنت بتقدر تميز سبب المشكلة. خليني الأول أسمعك بعض نماذج المشاكل دي وبعد كده نكمل. كده انت سمعت نماذج لاصوات كتير ومشاكل كتير، ازاي بقى تعرف ان الصوت ده سببه المشكله دي؟ ده اللي انا هشرحه لك دلوقتي، ركز معايا. اول حاجه بتعملها انك بتتاكد من احكام ربط اطراف توصيل البطاريه الموجب والسالب، ولو لقيت اي اثار تمليح فك الكابل ونظف اطراف التوصيل ونظف الكابل كويس وارجع ركبهم تاني ورش عليهم كيو 20 بعد التنظيف لان ده بيمنع التمليح، وتشوف الطرف الارضي واصل ومربوط باحكام ولا في مشكله، لان التاكل في الكابل بيضعف من التوصيل الارضي، ولو الكابل الارضي فيه مشكله اما انك تغيره او تركب واحد اضافي من البطاريه لجسم السياره، لان ضعف توصيل اطراف البطاريه لما تيجي تشغل بيعمل معاك الصوت ده او الصوت ده، او انك لما تفتح كونتاك اللمبات كلها تنور لكن عند التشغيل كل اللمبات تطفي، اما الصوت اللي انت هتسمعه دلوقتي فمعناه ان البطارية فاضية شحن او بايظة. ساعتها قيس البطارية بافوميتر على وضع الدي سي، هتدي لك 12 فولت وكسور، واثناء تشغيل المحرك هتدي لك من 13.5 ل 14.5، لكن بعض البطاريات ممكن تدي لك 12 فولت وكسور لكن ما فيهاش امبير، وعشان تقطع الشك باليقين وتعرف ده عيب بطارية ولا حاجة تانية، فاثناء تشغيل السيارة ارفع الكابل الارضي، لو المحرك وقف يبقى ده عيب دينامو، لو المحرك فضل شغال يبقى عيب بطارية. الصوت التاني اللي هتسمعه ان المحرك بيحاول يدور ولفات المارش او السلف سريعة لكن ما بيشتغلش زي كده. أو كده. أول حاجة بتعملها في الحالة دي إنك بتفحص هل في شرارة رايحة للمحرك ولا لأ، في بعض السيارات سهل إنك تختبر الشرارة لأن المكان بيكون واسع، لكن في سيارات تانية بيكون كل بوجية عليه كويل أو مكان البوجيهات صعب، في الحالة دي هتلجأ لتستر بسيط ورخيص زي ده. بتشيل الكابل من البوجيه وتركب التستر بين البوجيه وبين الكابل وترجع تركبه تاني وتشغل وتشوف هل في شرارة ولا لأ. وخليني اقرب لك علشان تشوف الشرارة اوضح. بتعيد نفس التجربة على الاربع كابلات وخليك فاكر شرارة بنفسجي يعني قوية، شرارة احمر فازرق يعني فوق المتوسط او معقولة، شرارة ابيض فازرق يعني تحت المتوسط، شرارة ابيض يعني ضعيفة جدا. وهسيب لكم تحت الفيديو على اليوتيوب رابط التستر ده علشان لو حد حب يشتريه، وهو سعره رخيص جدا على فكرة، وبيشتغل على اي عربية فيها بوجيهات وتقدر تختبر بيه السلوك والموبينة. السبب الثالث بيكون مشكلة في وصول البنزين للمحرك، وعلشان تختبر المشكلة دي هتحتاج عداد ضغط 6 او 8 بار بسيط زي كده وركب عليه نص متر خرطوم، وعلى حسب نوع عربيتك هتمشي بعينك مع خرطوم مسطرة الرشاشات، لو لقيت مكان تفصل منه خط البنزين جنب المحرك يبقى تمام، لو ما لقيتش جنب المحرك زي سيارات كتير يبقى هتشوف اول مكان تفصل منه خط البنزين وغالبا بيكون تحت السيارة زي هنا، بتفصل خط البنزين وتركب الخرطوم وتربطه بالكوليه كويس وما تشغلش العربية، افتح كونتاك بس هتقدر تشوف ضغط ترمبة البنزين، والحد الادنى المقبول ليها هو 1 بار. السبب الرابع ومحدش بينتبه ليه وبيظهر اكتر في الشتاء في الايام الباردة، لان لما جيت اقيس درجة حرارة الزيت في عربيتي الصبح لقيته مسجل 6 درجات مئوية، رغم ان الجو في مصر يعتبر معتدل تقريبا، ولو قارنت زيت معدني بزيت تخليقي في درجة حرارة باردة هتلاقي ان الزيت التخليقي قدرته على مقاومة برودة الجو اعلى وسرعة اندفاعه في المحرك واحتفاظه بلزوجته اكبر، بس ناس كتير مش بتستخدم الزيت التخليقي لسببين. السبب الاول ان في قناعة غريبة عند الناس ان الزيت التخليقي ده للسيارات الجديدة بس، ومجرد ما السيارة قطعت 80 او 100 الف كيلومتر بينقل لزيت معدني او نصف تخليقي، وعلى فكرة مفيش كتالوج سيارة، مفيش صانع سيارة اوصى بالكلام ده. استخدام الزيت التخليقي بيكون مع السيارات الجديدة، مع السيارات اللي لسه عاملة شامبر، مع السيارات اللي لسه عاملة عمرة، وتفضل مستخدم الزيت وماشي بيه طالما مفيش منه شكوى، طالما ما بينقص
بتكمل عليه زي ما انت ما تغيروش. السبب التاني ان الزيت التخليقي هي اغلى شويه في السعر، فالناس بتلجأ للمعدني والنصف تخليقي كخيار اقتصادي، لكن للامانه الزيوت التخليقيه افضل بمراحل من الانواع التانيه. اولا بتقلل الاحتكاك داخل الموتور، بتخلي صوت الموتور اهدى، بتخلي اندفاع الموتور اعلى، بتوفر معاك في استهلاك البنزين، لكن زي ما قلت المعضله بتاعتها هي ان سعرها غالي شويه. السبب الخامس هو السيلف او المارش مع اختلاف شكله بين السيارات، وده بيكون صوته لما يتلف او الصوت ده. والحل بيكون فك السلف او المارش واصلاحه، واللي اغلب اعطاره بتكون في الترس الصغير او تغيير الاوتوماتيك. السبب السادس بيكون في البخاخات او الرشاشات، وبتكون مشكلتها انها بتسيل، وهتعرفها لما تلاحظ دخنة سودا الصبح في اول التشغيل وبعد كده بتختفي. السبب الاخير بيكون في شمعات الاحتراق او البوجيهات، واللي يفضل تتغير كل 20,000 كيلو لو عادية، او كل 40,000 كيلو لو بلاتينيوم، او كل 100,000 كيلو لو اريديوم، او مبكر عن كده لو طلعت البوجيهات ولقيت حالتها سيئة. كده انا شرحت لك اهم الاسباب اللي بتعمل صعوبة تشغيل المحرك في الصباح الباكر.